السؤال حول دولة الإمارات التي أكدت يعني بعد إعدام الطيار الكساسبة على صواب موقفها مع التحالف، وفي نفس الوقت تعلق مشاركتها. ربما انه وجدت انه لم تتضح عندها الامور الى ان الولايات المتحده الامريكيه توقف من خلال ضرباتها الجويه توقف تمدد تنظيم الدوله، ولكن لا ان هذه الضربات لا تؤدي الى القضاء والى هزيمه تنظيم الدوله. ربما هذا احد الاسباب التي ربما القرار الاماراتي بهذا الاتجاه، وعموما سواء القرار الاماراتي او زياده الدور البريطاني لن تؤدي الى نتائج دراماتيكيه او جوهريه او حاسمه في هذا الصراع بطبقا للمعركه او لمجريات المعركه الحاصله.